نسيت الطرحة بتاعتي يا شيخ، قلت يعني أجي أخد الطرحة وأشوفك لو محتاج حاجة أعملها لك. والله والله إني قلت بيني وبين نفسي لا يمكن توحة تخذلني. اتفضلي اتفضلي يا توحة، اتفضلي. هلا 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 يا توحة، هلا 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 يا توحة، هلا. الله الله، أبو الكوامل صديق اللحظات العصيبة. الليلة الليلة. ألو أخوي أبو الكوامل، الحقني. لا لا لا، ما أبو شيء، الحقني بالأمانة اللي خدنا منها المرة اللي فاتت. هي نفسها. يا أبو الكوامل عملت عمايل. يلا يلا وحياة أبوك، ما تتأخر علي، أنا ملهلب يا أبو الكوامل. مع السلامة يا أخوي. ليلة 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 يا ليلة. حلاوتك يا جمالك يا خير يا شيخ عبد الله. ابو الكوامل كلمني وقال لي ان اجي لك، واديني جيت لك يا سيدي. مالك حبيبي؟ والله يا دكتور ما ادري ايش اقول لك، قلبي عمال يدق بسرعه، مش قادر اخذ نفس واحد. ايه ده يا شيخ عبد الله، انت عملت مجهود مفاجئ ولا ايه؟ مجهود مجهود مفاجئ، مجهود فوق المفاجئ فوق المفاجئ. خد نفس يا شيخ عبد الله، نفس تاني طويل. فوق يعني ايه فوق المفاجئ يا شيخ عبد الله؟ يعني مجهود كبير كبير كبير. فعلا النبض سريع وفي ضيق في النفس. انت عملت ايه يخلي النبض سريع كده؟ شويه سويدي انا، شويه فرنساوي، تمارين رياضيه بس. هلكت هلكت. سويدي وفرنساوي؟ لا 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 لا، ده احنا لازم نعمل رسم قلب حالا حالا. لو سمحت فين التليفون اكلم الاسعاف، لان لازم يعمل رسم قلب بالمجهود كمان. ماشي يا دكتور، اتفضل. التليفون من هنا. سويدي وفرنساوي؟ اتفضل يا دكتور. من هنا من هنا. هغير واجيلك يا ساميه.
حلو قوي اللب اللي انت جايباه ده، جايباه منين؟ من مقله في جامعه الدول. اتريني بقول اللب ده كده مليانه ومتحمصه حلوه. هي رشا اتاخرت ليه؟ لسه في الدرس؟ ابوها راح يجيبها بزمانهم جايين. طب اسمعي، الكيس ده في ارواح وحمص ليك انت والعيال، والكيس ده بقى الراشه ما تحطوش ايديكوا عليه، جايب لها الحاجات اللي هي بتحبها. والله ما انا عارفه اقول لك ايه، انت كده بتحرجيني وبتخليني اندم على اللي عملته معاكي. ما تقوليش كده يا سامي، نبي لو تعرفي معزه رشا عندي قد ايه. تعيشي. بقول لك ايه، فيلم ايه ده؟ ده شارع الحب. اكثر ده اللي فيه صباح لابسه فستان واسع كبير قد كده بتاع عبد الحليم. والنبي يا سامية، كان نفسي البس فستان زي ده في فرحي. ربنا يرزقك بابن الحلال وتجيبيه وتلبسيه في فرحك. عارفة يا سامية، بيعجبني فيك الاستعباط والاستهبال. جواز ايه يا اختي، ما انت عارفة الفولة واللي فيها. يلا جيبوا بقى الرشا يوم فرحها. اله ربنا يخليكي ولا يحرمها من حنانك عليها ابدا. قادر يا كريم يا رب. تسلمي يا سامية. خدي يا اختي اجي معايا شوية. كل يا اختي انت ولغي، كل خد. انا اخد منها ايه؟ مال ايتام، كل.